مشاهدي قناة شوف تيفي، رجعنا لكم مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام مستعجلات ابن رشد، بحيث أفادت السلطات المحلية بإقليم برشيد بأن حادثة السير اللي وقعت صباح اليوم الخميس جراء اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء على مستوى الجماعة الترابية سيد المكي بإقليم برشيد، أدى إلى وفاة سائق الحافلة وإصابة 35 شخص آخر. وذكر البلاغ ديال العمالة ديال إقليم برشيد أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى مكان الحادث لاتخاذ التدابير الضرورية، بحيث تم نقل المصابين صوب المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن يتم توجيه 7 أشخاص من بينهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد نظرا لإصابتهم الحرجة. وأضاف البلاغ أنه حسب المعطيات الأولية فإن أسباب الحادث قد تعود إلى صعوبة الرؤية على الطريق بسبب انتشار الضباب الكثيف، مشيرا إلى أنه تم فتح بحث بخصوص هذه الحادثة من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وحسب المعلومات التي توصلت بها قناة شوف تيفي، فإن السائق الثاني أي مساعد السائق والاسم ديالو محسن والمساعد ديالو عندهم جروح متفاوتة، وهذه هي سيارات الإسعاف اللي نقلات المصابين إلى مستعجلات ابن رشد. كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين، والله يرحم الشخص اللي توفى. هادو هما سيارات الإسعاف اللي نقلات المصابين إلى هنا إلى المستعجلات ديال ابن رشد. كاينة وفاة واحدة ديال السائق الله يرحمه وسع عليه ضيقة القبور، وإصابة ديال 35 شخص في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بطريق السيار. إن لله وإنا إليه راجعون، والله يشافي الجرحى ويشافي جميع المرضى. هنا امام المستعجلات كيفما اسبق لي واشرت 7 ديال الاشخاص مصابين تم نقلهم الى مستعجلات ابن رشد عبر سيارات الاسعاف اللي هنا اللي كتشوفوا فيها عبر الشاشه. الله يلطف والله يحد الباس. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.